شفتك امبارح. انا نازل من ساعه كده. ربنا معاك ان شاء الله والف سلام عليك. تقول لنا يعني الناس برضو في ناس كتير ما بتبقاش عارفه مين اللي بيرشح الاسامي دي او مين اللي بيقولها ومين اللي بياخدوا ازاي هذه الترشيحات، يعني المدربين اللاعبين. تقول لنا بالظبط خبطات، تقول لنا الاجواء امبارح كانت عامله ازاي. وكابتن حازم لازم الناس تبقى عارفه كويس انه الجوائز دي دايما في العالم كله، حتى على مستوى اوروبا اليوفا او على مستوى الكاف او على مستوى العالم، دايما مسار للجدل، لانها الناس كل واحد له رؤيته، فبالتالي ما بقولوش فيها شفافيه، والشفافيه موجوده نتيجه صح. انها اصبحت الان لا تعطى الى لجان او لا تعطى الى اشخاص بعينهم، عشان ما يقولوش هؤلاء الاشخاص هم منحازين لحد او حد ثاني او الشركات الراعيه بتاثر في هذا الموضوع. فبالتالي الذي يعلن هذه النتيجه هم المدربين في كل انحاء العالم. يعني المدربين كلهم قدموا رايهم مع لجنه برضو اعلاميه متخصصه من حوالي 20 او 22 واحد، مختاره برضو بعنايه شديده جدا، عشان يكون هناك نوع من العدل في هذا الامر، عشان ما يحصلش نوع من. طب كابتن شطه، مدربين المنتخبات ولا مدربين كمان الفرق؟ يعني مين اللي بيختار بالظبط؟ لا، مدربين المنتخبات. مدربين المنتخبات في الاتحادات اللي هي ال 208 اتحاد، انت عارف الاتحاد الدولي الان اصبح 208 دوله او اتحاد. فالحقيقه يعني احنا عشان بس برضو دايما الجائزه دي مسار للجدل. ميسي خدها باكتساح لانه لم يظلم حد، يعني معلش مع احترام شديد لاي راي ثاني. انا طبعا عضو لجنه فنيه بالاتحاد الدولي بقالي 4 5 سنين، اعطيت رايي وراينا في الاول بيبقى راي عام، بنشكل اكثر من 15 20 شخص لاعب من جميع انحاء العالم، ونرسل الاسماء للاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي بيختصر هذه الاسماء من خلال هذه الترشيحات الى 10 اسماء. العشر اسماء دي بعد كده بترسل اسماء، ثلاث اسماء بيرسل يعني من خلال الترشيحات اللي بيقوم بها المدربين في انحاء العالم، بتقتصر على 3 اسماء يعني بعدد اصوات. بعدد اصوات يا حازم عشان الناس تبقى عارفه بس. طب المدربين بس، مش كباتن المنتخبات كمان، المدربين بس اللي بيختار؟ هو كباتن المنتخبات بدهم في بعض الاوقات بده نسب لهؤلاء، عشان العدد كل ما يكبر برضه العمليه بتصعب شويه. فبالتالي اصبحت المدربين والمنتخبات هم الاساس في هذه العمليه، ولكن بتطرح بالاول برضه للكباتن، بتطرح برضه بعض الاسماء دي للكباتن عشان يقولوا رايهم، عشان ما يبقاش برضه كمان يقولوا كمان المدربين برضه منحازين. ولكن العمليه كلها في الاخر لما تتصفى على 3 بتبقى نسبة أصوات وتجميع أصوات. اللي أنا عايز أقوله إنه ما لا يظلم حد، لأنه ميسي ياخدها، يعني لأنه هذا الرجل في كرة القدم يعني لا يوجد له مثيل، يعني إحنا كمدربين وبيكسب بطولات، يعني مش بس لا بيحقق، وبعدين معجزة كروية نادرة جدا. من المعجزات النادرة جدا، عشان كده إحنا بنقول انه لم يعني زابي لم يظلم. زابي لاعب على قدر كبير جدا من المهاره والقدر كبير جدا من التاثير في الملعب، وادائه قد يكون يساعد كمان ميسي في اطفاء هذه القوة يعني بتاعته. يعني كان في اغلبيه مطلقه في الكواليس كده، الفيفا كلهم متجهين الى ميسي نوعا ما شويه، حتى الناس اللي مش صحاب قرار، يعني الناس عامه الطبيعيين. يعني طبعا انت راجل برضه، انت يعني انت راجل لعيب ذو مهاره خاصه، كنت فمهارتك يعني اخذت اسمك وهذا يعني الزغم الاعلامي اللي انت عندك فيه من مهارتك. هذا الرجل مهارته يعني طبيعي، من المهارات النادره في كره القدم. زافي لاعب ممتاز، رؤيه تمريراته قاتله بينيه، عنده رؤيه فنيه عاليه جدا وتكتيكيه خاصه، لكن رجل ذو مهاره نادره، يعني لم ينجب العالم ما جابش زي هذا الرجل. طب عشان كده في ناس كتير يا كابتن شطه بتشوف ان ميسي طبعا عالمي وجامد جدا، بس بتشوف دايما ان تشافي وانيستا برضو من الناس اللي جامدين جدا يعني في العالم كله ككل. انا بقول لك واحد جامد تكتيكيا وخططيا وفنيا، لكن لا يمتلك الموهبه الخاصه اللي هي التالنت يا حازم. التالنت تمام، انت عارف اللاعب الممتازه، انت بتبص تقول ده ممتاز، لا يختلف على 2 صح. بس بتقول في لعيب والله ممتاز واحسن، لكن مش عارف ايه ده، لكن التالنت بتاعت هذا الرجل انت شفته بقى، شفت جايب 8 52 هدف من 58 مباراه.
ما شاء الله. واخدين 28 هدف 24 هدف من 28 مباراه يعني حاجه. وخلى يجي مثلا قال لك 28 تمريره قاتله ومش عارف يعني عملوا لي ستاتستكس من خلال الحاجات دي اثبتت ان هذا الرجل. فاحنا لما رحنا امبارح حقيقه يعني كانت زياره في يوم واحد انت عارف فيفا تبعت لك بعتتنا امبارح الساعه 9 الصبح حضرنا بالليل وجونا بقى ثاني يوم على طول يعني عشان المصاريف يعني ولا ايه؟ عشان المصاريف ولا ايه؟ لا يعني برضه انت هيعدوك بقى ما انت يعني جابوك الصبح طب اقعد يوم يعني اتفسح شويه في سويسرا لا اتفسح بقى على حسابك بشكرك يا كابتن شطه بشكرك اتفضل اتفضل يا كابتن اتفضل كان معاك مين؟ عارف استاذ هاني ابو ريده وكان معانا برضه سحر هواري عضو لجنه فنيه بالاتحاد الدولي للكره النسائيه مجدي عبد الغني في الفيف برو اللي هي جماعه اللعيبه المحترفين كنا موجودين يعني كم واحد من مصر كابتن خالد مرتجي اظن برضه كان هنا خالد مرتجي كان عضو لجنه من اللجان اللي هي الكلابس والحاجات اللي هي شؤون اللاعبين وكده الحقيقه كان معايا وليد صور معاه امبارح كانت طبعا تجمع كبير جدا واحنا طبعا انا بقول لك انا كعضو لجنه فنيه ومدير فني الاتحاد الافريقي كان ليا صوت مؤثر والحقيقه اديته لميسي بدون اي والله الحقيقه طبعا يعني انا راجل طب اديت مين احسن جون نيمار ولا روني؟ انا صراحه اديته لروني بس يعني انا كنت انا صح انا انا اوافق رايي تماما يا كابتن شط انا اوافق رايي تماما جون روني احلى بكتير انت عارف لما تيجي تدي احسن هدف ما تديش هدف ملعوب يعني احنا هدف ملعوب جابوا واحد معناها يكون في اكسبشنال حاجه تكون فيها استثناء لكن الهدف الملعوب ده عدى من واحد ومررها وبعدين خلقت فيها جمله لكن السكيل اللي اتعمل بيها الهدف حازم هي اللي احنا اديناها لروني ولكن هم قالوا لها هدف الهدف الملعوب يعني من جمله انا معاك ان روني كان يستحق بصراحه احسن لان هي من احلى الاهداف كان ممكن ما يجيش جول لولا انه يمتلك هذه المهاره يا حازم صح وهي حاجه استثنائيه بالنسبه له مش اي حد يعمل الاكسبشنال دي مهمه ولكن يعني انا سالتهم قلت لهم انتوا يعني المدربين او اللي احنا الموجودين قال لك لا والله كان معايا طبعا بيلاردو وكان معايا باتيستا وكان معايا باسيريلا وكانوا معايا ناس كتير جدا بناقشهم في الهدف كلهم قالوا يعني بيقولوا انه الهدف المفروض يبقى السكيل هي اللي تخليه او الحاجه الاستثنائيه اللي فيه تخليه هدف ولكن ده عشان ملعوب وحصلت فيه جمله خططيه فقلنا والله كلامهم يعني نمشيه بس الهدف الملعوب غير الهدف الاستثنائي اللي يجيب واحد نتيجه مهاره لولا كانت هذه المهاره موجوده يا كابتن حازم لا يمكن ان يحرز هذا الهدف حتى لو كان جمله كلمني اكيد حضرتك يعني ذكرت اسامي ناس عظماء بيلاردو كاس عالم 86 بمدرب طبعا الارجنتين وباساريلا كان كابتن الفرقه او اللاعبين في 82 قول لي الناس دي كلهم كانوا موافقين ان ميسي هو اللي يبقى احسن لاعب في العالم ولا كان في بعض الاسامي بلا استثناء مفيش ولا حد قال كريستيانو يعني مين من الاسامي المهمه في العالم الرياضي كان بيطالب بكريستيانو او كتب كريستيانو مثلا تفتكر حد ولا صعب؟ والله انا سالتهم لقيت ان اللي بيكتبوا كريستيانو اغلبهم اسبان اسبان قصدي برتغاليين اسف برتغاليين يعني نزعه وطنيه اكتر منها فنيه وبعدين زابي برضو الاسبان يعني اغلب الاسبان من طبعا من المدربين الموجودين وكده بس طبعا بالاجماع لان انا عبيدي بيلي وكان معايا جورج وايا وكان معايا معرفش كرومبو بتاع هيتي اللعيب الفرنسي اللي في منتخب فرنسا كريمبو صح كريمبو وكان معايا طبعا كالوشا بواليا وكان معايا مجموعه كبيره جدا من كل دول ميسي بلا استثناء قالوا ميسي الرجل ده طبعا يعني حتى في كاس العالم للانديه كانت له برضه ايد واضحه في اخر السنه يعني ما يعني ما حدش ظلم زافي ولكن هي الكلمه اللي قالها ميسي يعني هي وردني ان هذا الرجل ناضج فكريا قال ايه؟ بيقول لك انا يعني بقتسم هذه الهديه مع زافي زميلي هي كانت مؤثره جدا للناس اللي موجودين وكانت يعني لفته بارعه منه توريك انه هذا الرجل رجل ناضج هذا النادي ويمكن حتى كريستيانو كان حاسس وما راحش اساسا برضه ان هو عندهم ماتش النهارده كان ملقا بس يعني ما راحش برضه الراجل قال لك يعني كل مره اروح البس البدله وبعدين ما باخدش حاجه في الاخر بيني وبينك شكلها وحش انا اتمنى مستقبلا انه هذه الجائزه لو فيها حاجه ماديه لو فيها ملايين مثلا ممكن يروح يقعد بقى ثالث يقعد ثاني له مثلا 2-5 مليون دولار مثلا خلي بالك عشان لانه بيني وبينك لو انت مش عارف انك هتاخدها وبعدين الراجل برضه نجم كبير طبعا كل مره يروح ويعني ياخد الثاني يقعد بقى مش حلو المره دي بقى مارتا بقى مارتا البرازيل البنت اللي هي تعتبر معجزه في كره القدم في الكره النسائيه دي خدت احسن لاعبه في العالم دي خدتها اربع مرات يا نهار المره دي اليابانيه خدتها منها لانها خدت كاس العالم للكره النسائيه لاول مره في التاريخ انه اليابان تاخد
بطوله كاس العالم. فدي طبعا البيت دي اخذت احسن لاعبه فطبعا خدتها من مرتها. المره الاولى مرتها كانت قاعده وحاسه انها ايه انها قاعده يعني ديكور لانها مش هتاخدها. هي عارفه يعني كان عندها احساس يعني كده جت لانها حقيقه خدتها اربع مرات وحاسه انها برضه يعني وجودها مهم جدا لان فرقتها في الحقيقه البرازيل ما خدتش حاجه في كاس العالم للكره النسائيه. فبالتالي دي برضه كانت من الحاجات المفاجاه ان مرتها ما تاخدهاش لانها هي زي ميسي كده في كره القدم. ولكن البيت دي حققت لليابان بطوله وكانت هدافه البطوله. فبالتالي انا برضه من الناس اللي اديتها حقيقه يعني. تمام بشكرك شكرا جزيلا شطة على المعلومات الجميله اللي حضرتك قدمتها لنا. ساعات بنحب نسمع الكواليس كده ونعرف اخبار الناس. واضح كابتن شطة من كلامه ان كل نجوم العالم تقريبا بلا استثناء اللي احنا نعرفهم كلهم طبعا دي اهي اللعيبه اليابانيه باللبس الياباني.